ساهموا كونوا كتار تتساعدونا تنقدر نطلب لكم أكثر. إنه جبران بسيط لازم يصل لأسباب عديدة لا عد لها ولا حصر. نحن كلنا لازم نساعد الناس على أنه ينقوا مزبوط. بدأ العد العكسي للانتخابات البرلمانية في لبنان، وبدأت معه حملات الترويج، الماكينات الانتخابية والتفخيط السياسي. فتوجه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في كلمته الأخيرة خلال خلوة للرؤساء المراكز والماكينة الانتخابية في البترون، داعياً اللبنانيين للتفكير جيداً قبل منح صوتهم لرئيس تيار الوطن الحر جبران باسيل الذي ينافسه مرشح القوات غياث يزبك. فكيف جاء رد تيار الوطن الحر؟ أولاً نحن بدنا نتشكر سمير جعجع لأنه اعترف لا شعورياً أنه الوزير باسيل أعلى منه شأناً وقت قال طالب بإسقاط الوزير باسيل. عادةً واحد بيكون أوطى من الثاني طيطلب بإسقاطه، بقى هيدي لا شعورياً اعترف فيها أنه أعلى منه الوزير باسيل. صلهم بالقليلة هلا 5 سنين عندهم أكترية رئيس الجمهورية وأكترية مجلس الوزراء وأكترية مجلس النواب. لماذا يطالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بإسقاط باسيل؟ بده يسقطه لأنه فضح تنازله وقت القانون الأرثوذكسي، ولأنه كشفوا وجه التكفيريين وقت طلع عملهم زيارات بعرسال، كشف تمويله الخارجي تحت مسمى الفوندريزين. بده يطلب بإسقاط الوزير باسيل لأنه الوزير باسيل شارك بإعادة التوازن للمسيحية بالدولة، لأنه هو اللي عم بيطالب مع الرئيس عون جدياً بالتدقيق الجنائي مش صورياً، لأنه كشف شركائه بالفيول المغشوش. بده يطالب بإسقاطه لأنه كشف كمان أنه وزراءه اشتغلوا على صورتهم وقفاتوا على الحكومات وما تركوا ولا إنجاز وراهم. بده إياه يسقط للوزير باسيل لأنه الوزير باسيل كان من المدافعين عن وزيره لإله كميل أبو سليمان وقت تركوا سمير جعجع وفل. أكيد بده إياه يسقط للوزير باسيل سمير جعجع لأنه في حدا عم يشتغل وعم ينجز، وفي حدا قاعد كل الوقت تنظير. ما نسينا شو كان موقفه من المواضيع الإقليمية اللي كان ساعة بده يحلق الشوارب وساعة يعطي مواعيد ساعة، كل هذه بتخليه للدكتور جعجع يقول ايه بدي سقط الوزير باسيل. هل تعتقدون أن باسيل سيسقط؟ شاركونا في التعليقات.